السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده مثال على الماب بلوج. ده مشروع مثلا في عندي اكتر من مبنى في المدينة وليكن مثلا دوت، فانا عايز اشوف المعلومات اللي موجودة جواه. مثلا في الدور الاول ممكن اقول له اظهر لي كل حاجة، فبيبدأ يظهرهم لي كلهم. عايز مثلا تشوف معلومات عن الباور، مجرد تقف يبدأ يجيب لك المعلومات اللي انت عايزها عن الحاجة ديت. ده هنا مثلا مكان الووتر هيتر، ممكن تشوف على فكرة بهيت ساتلايت. يبدأ يجيب لك معلومات عن استهلاك المياه وشكل المحابس، كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها بالشكل ده. زي ما نشوف كل المعلومات موجودة. سكند فلور ممكن اقول له ظهر لي كل الحاجات اللي في السكند فلور. ده هنا الاكسس بتاعت الروف، هنا الواي فاي، بس مش حاطين كلمة سر ليه مش عارف. هنا معلومات عن الروف اكسس. ممكن نروح لمبنى تاني او تالت، تبدأ تقول له ظهر لي فين مكان الفاير هيدرانت، فين مكان الوتر ميتر اهوت. الموقع اسمه ماب بلوج.